أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من الأنباء التي نقدمها من استديوهات قناة فلسطين اليوم. أعلنت قناة الأقصى الفلسطينية الفضائية أن قمر يوتلسات الفرنسي أوقف بثها بتهمة التحريض، وجاء ذلك بعد ساعات قليلة على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب فضائية فلسطين اليوم وترانس ميديا في الضفة الغربية واعتقال مدير المكتب فاروق عليات. كما اعتقلت لفترة من الوقت صحفيين آخرين وعلقت أمرا عسكريا يقضي بإغلاق المكتب وصادرت محتوياته. منظمة التحرير الفلسطينية أدانت الاعتداء فيما رأت حركتا حماس والجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية أن هذا العدوان يستهدف الانتفاضة. نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحدثت عن هجمة إسرائيلية لإسكات الإعلام الوطني والاستفراد بالشعب الفلسطيني. بتهمة التحريض على العنف اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر قناة فلسطين اليوم في رام الله. ليلا تسللت عناصر قوات الاحتلال معززة بآليات ثقيلة ورافعات إلى مكاتب القناة، عبثت بما ملكت، صادرت محتوياتها ومعداتها وعلقت أمرا عسكريا يقضي بإغلاق المكتب. وبالطبع لم تكتفي القوات الإسرائيلية بذلك، بل عمدت إلى اعتقال مدير مكتب القناة فاروق عليات من منزله في بيرزيت وصحفيين اثنين أفرج عنهما لاحقا. أنا وزميلي شبيب قاموا باعتقالنا وأخذنا إلى مقر وقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تم مصادرة منا التليفونات الشخصية. الاقتحام جاء بعد ساعات من تهديد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بإغلاق القنوات الفلسطينية التي متهمة أو توضع تحت بند التحريض. القوات الإسرائيلية بررت هذا الاقتحام عازية السبب إلى أن القناة محسوبة على حركة الجهاد الإسلامي وتعمل على تحريض سكان الضفة الغربية ودعوتهم إلى شن هجمات ضد إسرائيل. نحن نقول لهذا الاحتلال أن صوت فلسطين اليوم كقناة إعلامية هو من صوت شعبنا الفلسطيني الذي لن يصمت على جرائمه ولن يسكت وسيبقى عاليا يبلغ رسالته في الحرية وفي العدالة. رد نقابة الصحفيين الفلسطينيين جاء سريعا. النقابة تحدثت عن هجمة إسرائيلية لإسكات الإعلام الوطني والاستفراد بالشعب الفلسطيني. هذه الحادثة تنضم إلى أخر، فبالتهمة عينها عمدت قوات الاحتلال إلى إغلاق مكاتب إذاعتين في الخليل في الضفة الغربية في منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وينضم إلينا من غزة كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما ينضم إلينا من رام الله ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين. أبدأ معك سيد كايد، إذا إسرائيل التي تعتدي على الصحفيين وتستبيح أيضا الإعلام وتعتدي عليه، من الذي يحميها اليوم وخصوصا أنها وصلت إلى المراحل المتطورة بإغلاق مكاتب وهنالك 21 صحفيا في سجون الاحتلال اليوم؟ نعم، الخطوة الإسرائيلية بإغلاق قناة فلسطين اليوم هي تعبير عن عجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواته الأمنية في وقف الانتفاضة، ومتوهمة أنها بهذا الإجراء يمكن أن تؤدي إلى تخفيف فعلها أو إلى نهائها بعد أن عجزت الوسائل العسكرية والقمعية المباشرة. الخطير في هذه العملية ليس فقط محاولة طمس الحقيقة أمام الرأي العام العالمي، وإنما يمكن أن تكون مقدمة لمجازر أوسع يمكن أن ترتكبها إسرائيل وحتى تحول دون تغطيتها إعلاميا من خلال التقييد على وسائل الإعلام أو إغلاقها كما جرى مع قناة فلسطين اليوم. الإدعاء بأن هذه القنوات تمارس التحريض هو إدعاء كاذب وواهي، لأن التحريض قائم بفعل الاحتلال ذاته ووجوده وبفعل سياساته وعدوانه اليومي على الشعب الفلسطيني، وبالتالي الشعب الفلسطيني الذي يعيش يوميا هذه الجرائم ليس بحاجة إلى تحريض من وسائل الإعلام،
وإنما هو يقاوم حتى ينهي هذه الجرائم. الخطورة مرة أخرى هي في أن لا تنقل وسائل الإعلام الجرائم والتي من المتوقع أن تزايد إلى الرأي العام العالمي الذي بدأت تتزايد في أوساطه النقمة على سياسات حكومة إسرائيل والدعوة إلى ضرورة تمكين الفلسطينيين من حقوقهم في العودة وتقرير مصير. أعتقد هذا هو جوهر السياسة الإسرائيلية. وأيضا إلى جانب كل ذلك أعتقد أن إسرائيل تؤكد مرة أخرى أنها لا تقيم وزنا لأي مواثيق، لأي معاهدات، لأي اتفاقات دولية، لا بشأن الإعلام وحرية عمله، ورغم ادعائها بالديمقراطية وبأنها واحد ديمقراطية في المنطقة إلى آخره، ولا فيما يتعلق بحق الإنسان. إسرائيل تدير الظاهر لكل هذه المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية وتمارس يعني جرائمها بكل الوسائل التي تتوهم أنها يمكن أن تنهي. بما أنك أشرت إلى هذه النقطة تحديدا والمنظمات الدولية التي تدعو لحماية الصحفيين والتي تتعامل بانتقائية مع الإعلام العالمي، هنا أدعو سيد ناصر أبو بكر لاتخاذ بالفعل موقف صارم اتجاه ما تقوم به إسرائيل. هل هذه المنظمات التي تدعو لحماية الصحفيين والتعامل الانتقائي حتى أنها تساهم بترويج أجندات معينة تخدم مصالحها وتخدم الإعلام المهيمن، اليوم من يحمي الصحفي؟ ولا سيما أن الانتهاكات الإسرائيلية وصلت إلى مراحل متقدمة لم تعد فقط تعتدي على الصحافي المتواجد لنقل الحقيقة والصوت الحقيقة وما يحدث على الأراضي الفلسطينية، بل ذهبت أبعد من ذلك إلى اعتقال مدير مكتب وحتى إغلاق قناة ومكتب القناة. نعم، أولا أحيي قناة الميادين وعلى مبادرتها التضامنية باسمي وباسم كل الصحفيين الفلسطينيين، أحيي هذه المبادرة التضامنية مع قناة فلسطين اليوم، هذا أولا. وثانيا في خصوص التضامن يعني ما يتم من قبل المؤسسات الدولية واتحاد الصحفيين الدولي، فإن اتحاد الصحفيين الدولي يقوم بدور كبير بصراحة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ولديه عدد كبير من المتطوعين المحامين الذين سنتوجه نحن وإياهم إلى محاكم دولية ضد الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين. نحن منذ شهر ديسمبر الماضي بورشة عمل كبيرة جدا مع اتحاد الصحفيين الدولي ومع عشرات المحامين الأجانب المتطوعين مع الصحفيين الفلسطينيين ونقابته باتجاه التوجه إلى محاكم دولية، وأنجزنا الملف وكان اجتماع يوم 2 مارس في لندن من أجل هذه القضية، وسنواصل عملنا. لكن عمليا نحن بدأنا بإجراءاتنا القانونية لكن لم تصل القضايا حتى الآن، لم تقدم إلى المحاكم، ولكن في إجراءاتنا القانونية باتجاه تكييف كل هذه الملفات والشهادات. نعم، هل يمكن التعويل على هذه المحاكم الدولية والمنظمات الدولية، وخصوصا أن فلسطين اليوم هي جزء من الإعلام الذي نقل الصورة الحقيقية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وعكس حقيقة ما يجري على أراضينا في فلسطين المحتلة؟ نحن يجب أن نعمل بطريقة منظمة، ونحن نعمل بطريقة منظمة، نذهب إلى كل الطرق والوسائل المتاحة وفق القانون الدولي وفق قوانين الاتحاد الأوروبي وقوانين الدول التي تحاكم مجرمي الحرب على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين. لدينا مساحات متاحة كنا لم نطرقها في السابق، نحن كنا نستند إلى يعني تبيان هذه الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين، لكن الآن أمامنا بصراحة نقابات متضامنة في العالم معنا، ولدينا اتحاد دولي من لديه موقف قوي، والاتحاد الصحفيين العربي أيضا لديه موقف قوي جدا أيضا يدعمنا بكل توجهاتنا باتجاه هذه المحاكم. نعول على هذه المحاكم، نعم في هذا الاتجاه باتجاه محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ولكن لدينا أيضا من الوسائل الأخرى التي يمكن أن نستخدمها. نحن دعونا كل المسؤولين الفلسطينيين والعرب والأقول وكل الفضائيات العربية الآن مدعوة لمقاطعة كل المسؤولين الإسرائيليين، كل الفضائيات العربية مدعوة أيضا لمقاطعة كل ما يسمى المحللين السياسيين الذين يعني نعتبر هذا استضافتهم أولا هو عملية تطبيع، وهي نحن أصحاب الحق الذين نحدد ما هو التطبيع، ونقول في نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن استضافة أي مسؤول إسرائيلي أو محلل سياسي إسرائيلي إنما هو تطبيع، نحن في نقابة الصحفيين نرفضه، وعلى العرب وكل وسائل الإعلام العربية والصحفيين العربيين أن يلتزموا بإرادة الصحفيين الفلسطينيين. إذا استطعنا ولو بسؤال أخير، نعم نعم، عن التضامن الإعلام العربي والقنوات العربية، تفضل تفضل.
نعم، إذا استطعنا أن نأخذ هذه الخطوة وأصبح بصراحة أقول من العار على قنوات فضائية عربية أن ترى زملاء الصحفيين الفلسطينيين ترتكب مجازر بحقهم، والصحفيين الفلسطينيين يعني يعتقلون ويهددون يوميا، و500 إصابة في صفوف الصحفيين الفلسطينيين الأكثر في العالم عام 2015، 19 صحفيا عام 2014 استشهدوا. هذه جرائم لم يسبق لها مثيل، عشرات المكاتب الصحفية يعني قصفت في قطاع غزة. على كل وسائل الإعلام العربية أن تخجل إداراتها من دماء الشعب الفلسطيني، من دماء الصحفيين الفلسطينيين، وأن توقف التعامل مع أي مسؤول إسرائيلي أو أي إعلامي إسرائيلي، لأن هذا هي نافذة للتطبيع ولتشويه. ما الذي أوصل إلى هذا التهاون؟ نعم، ما الذي أوصل إلى هذا التهاون في التعاطي مع من يعتبر مرفوض وأنه عدو، إلى أن نصل إلى مرحلة نوع من التطبيع واستضافة في برامجنا التلفزيونية في بعض القنوات العربية لمتحدث مثلا باسم الجيش الإسرائيلي أو متحدث وناطق باسم الاحتلال؟ نعم، هم من الذي أوصل إلى هذا التهاون بالتعاطي؟ أولا هم يبثون السموم إلى الشارع العربي ولا يتكلمون بلغة إعلامية نهائيا، وهم أداة من أدوات الاحتلال. أقول الإعلام الإسرائيلي أداة رسمية من أدوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الجميع أن يدرك ذلك. نحن من نستطيع أن نقدر بالضبط ما هو حجم الضرر الذي يلحق بالرأي العام العربي من خلال استضافة هؤلاء، وبالتالي علي على العرب احترام إرادتنا. من أوصل هذه قضية فيها مساحة من الحديث كبيرة، ولكن الآن هناك خطوة يجب أن تتخذ، وعلى الجميع أن يحترم إرادتنا. نحن تقدمنا بمشروع قرار لاتحاد الصحفيين العرب في العاصمة السودانية الخرطوم في نوفمبر الماضي، واتفق كل نقابات الصحفيين العربية أن تدعو كل الوسائل الإعلامية العربية إلى مقاطعة الإسرائيليين نهائيا. ونرجو، وأقول هذا باسم اتحاد الصحفيين العرب وأنا ممثل فلسطين فيها في اتحاد الصحفيين العرب، أقول على كل وسائل الإعلام العربية أن تحترم إرادة اتحاد الصحفيين العرب وإرادة نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمقاطعة كل إسرائيليين في وسائل الإعلام العربية. نعم، سيد ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، وأعود إليك من جديد سيد كيد الغول. إلى أي مدى بالفعل الإعلام المقاوم كان جزءا أصيلا من قضية الفلسطينية ومن تحرير فلسطين وتحرير فلسطين، ولهذا يجابه من قبل قوات الاحتلال ليصل اليوم به إلى إقفال مكاتب فلسطين المحتل، عفوا فلسطين اليوم، وإلقاء حتى اعتقال لمدير المكتب واعتقال صحفيين آخرين؟ بدون شك الإعلام المقاوم له دور مهم في تثبيت وترسيخ الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي ترسيخ الهوية للأرض الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وفي تظهير الصهيونية وحركتها والكيان الصهيوني وما يمثله في هذه المنطقة. وهذه الوسائل الإعلامية المقاومة هي نقيض للوسائل الإعلامية التي اعتمدت التطبيع واعتمدت التواصل مع الإسرائيليين وسيلة لتمرير سياسات بدأت منذ أن وقع اتفاقات كامب ديفيد عام 79 في بين مصر وإسرائيل، واستمرت حتى يومنا هذا. وبالتالي نحن نواجه سياسة مناقضة، سياسة تجسد الآن في الاحتراب الجاري أيضا في أكثر من بلد عربي، والذي لعبت فيه وسائل الإعلام هذه دورا كبيرا في التحريض على الدولة الوطنية العربية وفي محاولة تدمير هذه البنى للدول الوطنية العربية. لذلك أقول أن مجابهة هذه الوسائل كما ذكر يعني أخي ناصر هو بحاجة إلى سياسات واضحة. أولا فيما يتعلق بالتضامن مع قناة فلسطين اليوم، مطلوب أن ننتقل نحن إلى ساحات أخرى، ساحات أوروبية نعقد فيها مؤتمرات دولية نظهر فيها العباد الإسرائيلية من وراء هذا العدوان، وفي ذات الوقت نحشد أوسع تضامن دولي مع قناة فلسطين اليوم مع كل قنوات المقاومة للاحتلال، القنوات المقاومة للاحتلال والمقاومة للسياسة. هل يمكن لهذه المؤتمرات الدولية أن تؤدي إلى محاسبة ومساءلة إسرائيل؟ نحن جزء من سياسة مقاطعة إسرائيل التي يعني بدأت تمارس عبر يعني البي دي اس، مطلوب أن نوسع هذه المقاطعة على مختلف الأشكال، وأن تشمل هذه المقاطعة أيضا وسائل الإعلام العربية التي تتعامل مع محللين إسرائيليين وتتعامل مع إسرائيل باعتبارها كيانا طبيعيا في هذه المنطقة. هذا جزء من المعركة، لكن في هذه اللحظة تحديدا أعتقد أن مؤتمرات في أوروبا مهمة،
لأننا نحشد الإعلام الأوروبي المناصر لقضايا الشعوب العربية والمناصر للشعب الفلسطيني في مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية. إلى جانب ذلك مطلوب فلسطينيا وبالمعنى الرسمي أن تقف السلطة وقفة جادة أمام يعني هذا الاقتحام لرام الله، والذي لم يكن الأول ولن يكون الأخير، والذي يؤكد مرة أخرى أن إسرائيل تدير الظهر أيضا لأي اتفاقات مع السلطة. وفعلا نضع على جهد الأعمال بشكل مباشر وقف التنسيق الأمني واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة التي تجعلنا نتحرر من الاتفاقات الموقعة مع هذا العدو. هذه الخطوة السياسية باتت ضرورة، لأنه لا يعقل في ظل الانتفاضة أن تمارس إسرائيل هذه الجرائم وتقتحم المدن الفلسطينية وأن تبقى الأمور على ما هي عليه. شكرا جزيلا لك سيد كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كنت معنا من قطاع غزة، أشكرك جزيل الشكر. نكمل نشرتنا وننتقل إلى الشأن العراقي. ففي كلمة أثارت غضب الوفد السعودي إلى جامعة الدول العربية، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في كلمة له في جامعة الدول العربية إن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان بطلا عربيا مدافعا عن القيم والمبادئ، كما أكد أن الحشد الشعبي وحزب الله حفظا كرامة العرب، قائلا إن من يتهمهما ويتهم حركات المقاومة الإسلامية بالإرهاب يدعم الإرهاب ويتبناه. هذا وأكد مصدر مرافق للجعفر انسحاب الوفد السعودي بعد كلمة وزير الخارجية العراقي. دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الاستمرار بالتظاهر للضغط على الحكومة العراقية لتحقيق الإصلاحات الجوهرية في البلاد. وفي كلمة وجهها إلى المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد، طالب الصدر بإصلاح القضاء العراقي متهما الحكومة السابقة بتسييسه. الصدر دعا رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى استكمال مشروعه الإصلاحي بصرف النظر عن الضغوط التي يتعرض لها. هذا وتجمع عشرات الآلاف من أنصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط بغداد تلبية لدعوة زعيم التيار السيد مقتدى الصدر. وقد جدد المتظاهرون المطالبة بالإصلاح وبمعالجات عملية في مكافحة الفساد الإداري والمالي وبدعم البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الهيئة السياسية للتيار الصدري. المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أعلن لوكالة نوفستي الروسية أن الانتخابات الرئاسية في سوريا يجب أن تجرى في غضون 18 شهرا. وأوضح أن الوفود السورية إلى محادثات جنيف المقررة الاثنين المقبل ستصل في اليومين المقبلين على أن يكون اللقاء الأول مع وفد الحكومة السورية الاثنين. وأمل أن تؤدي المرحلة الأولى من محادثات جنيف إلى تأليف حكومة سورية جديدة وموسعة. وأضاف أن الاتفاق الروسي الأمريكي لوقف النار في سوريا بالغ الأهمية وساهم في الإغاثة ووقف العنف. من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو وبكين تؤكدان ضرورة مشاركة كافة القوى الوطنية السورية في محادثات جنيف باستثناء الجماعات الإرهابية. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانغ يي أكد لافروف أن وفد المعارضة السورية يجب أن يمثل كافة الأطياف السياسية في جنيف، لافتا أن تركيا هي البلد الوحيد الذي يعارض مشاركة الكرد، قائلا إنه على ثقة بأن ديمستورا سيشرك الكرد. قال وزير الخارجية الصيني أن بكين تقدر عاليا دور روسيا في تحقيق وقف العمليات العسكرية في سوريا. وصلنا إلى ختام الخامسة، ولكن قبل الختام تذكير بأبرز عناوينها. قوات الاحتلال تقتحم فضائية فلسطين اليوم في الضفة وتعتقل مدير مكتبها والميادين تتضامن. وزير الخارجية العراقي يقول أمام الجامعة العربية إن من يتهم حزب الله والحشد الشعبي بالإرهاب هو الإرهابي، والوفد السعودي ينسحب. عشرات الآلاف من أنصار التيار الصدري يتظاهرون وسط بغداد، والسيد الصدر يدعو لإصلاح القضاء. ديمستورا يأمل أن تؤدي محادثات جنيف إلى حكومة سورية موسعة، ودعوة من وزيري الخارجية الروسي والصيني لاستبعاد الجماعات الإرهابية وإشراك الكويت.
وفي الختام شكرا لكم على طيب المتابعة، وكنا معكم في هذه النشرة من استديوهات قناة فلسطين اليوم في مقرها ببيروت، تضامنا معها ولما تقوم به سياسات الاحتلال من قمع للإعلام وكم الأفواه. في أمان الله.